أنت فاكر مباراة مصر والجزائر 89 هنا في مصر؟ فاكرها طبعاً كويس أوي. إيه الحاجة اللي أنت شفتها وقلت إن إحنا هنكسب المباراة دي؟ بصراحة؟ آه, آه قبلها بيومين يا كابتن مصطفى، والله قبلها بيومين رغبة الجماهير المصرية اللي كانت في اللي كانت بتلف هقول بس على اسم المعسكر في دار الدفاع الجوي. آه طبعاً لا ما دار الدفاع الجوي ده مصر كلها عارفة. دار الدفاع الجوي ده كان بيتنا. وحياتنا كلها انا كنت بعمل الكاميرا في الملعب <applause> وجيت كان الكابتن جوهري رحمه الله عليه كنت تعمله كان بيطلعكم الجبل الجبل في جمعيه احمد عرابي احمد عرابي ايوه وجيت صورت مع اللعيبه واحد واحد وقد ايه اللعيبه كانت بتبقى مش قادره وبتكمل على نفسها أيوة. على نفسها وده انت بتقول انت الجهاز الفني اللي بينقل الكلام ده اللي, اللي بينقل الكلام ده فطبعا آه. احنا الفتره دي يمكن الجماهير اللي قبل الماتش بيومين حوالين دار الدفاع الجوي بالكسر بالعربيات بالتشجيع والله آه. ما كنا بننام حاسين بنبض الشارع المصري وجماهير الكره المصريه رحنا رحنا يا كابتن مصطفى الاستاد فيه ألف متفرج ألف ده حصل لنا ذهول واللعيبه دي حتى في اوضه اللبس بصوا على الجماهير وبصوا على رغبه الناس دي في احراز الفوز على فرقه انت حسيتها من الـ من, الـ من قبلها بيومين من قبلها بيومين يوم المباراه نفسه احنا كلنا في مصر كلنا عشنا اللحظة دي يعني مش مش قادر اقول لك الناس كانت اعصابها عامله ازاي كنتوا انتوا كان كجهاز فني لما وصلتوا الملعب وشفتوا الجماهير دي وشفتوا بقول لك 130 الف متفرج في استاد القاهره اللعيبه نفسها اللعيبه نفسها خلاص نازله الملعب عندها اراده قويه ده الهدف هو كابتن شوف القوات المسلحه المصريه بتاعتنا مسندنا في كل شيء يعني طبعا مسندانا وبتشجع وكده وكان اياميها القوات المسلحه بتروح الملعب ما هو تشوف انا بقول لك القوات المسلحه ورا يعني آه كانت لقطات جميله 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 وصول لكاس عالم وكان جول رائع بص و... فا... اه بص آه؟ شوف الجماهير بص ورا الجولة اهي بص كل دي ورا القوات المسلحه والجيش ما شاء الله يعني ادي الكاس وحسام حسن بص هوب وداخل جولة اهي يا خبر ابيض وصول عالم ادي الكابتن جوهر والكابتن فتح والكابتن حازم و... رحمه الله وسمير عدلي وسمير عدلي من انجح المديرين اللي اشتغلوا والله أه بجد آه طبعا يا سلام يا سلام ادي وكان الكابتن الله يرحمه حسين مطكور كان المباراة اه مبارك. كان مزعل الماتش وشوف بص يا كابتن مصطفى عناصر القوات المسلحه والاعلام والدنيا بص مشهور جمهور ما شاء الله اتمنى تعود الحاجات دي ان دي. شاء الله ان شاء الله ايه اللحظه اللي انت فاكرها بعد الماتش يا كابتن لا بعد الماتش يا كابتن دي بقى خلاص يعني مش عايز اقول لك مم. مش عايز اقول لك احنا وصلت كاس عالم خلاص وصلنا كاس عالم اه انت قعدت في الاستاد قعدت في الاستاد اكتر من 3 4 ساعات عشان تخرج بعد الماتش جماهير مستنيه جماهير حوالين الاستاد و... من 34 كل كل مصر آه. كل مصر طلعت كل مصر باعلام مصر طبعاً. طلعت عشان تهني منتخب مصر احنا من 34 90 آه. آه سنه ما رحناش بيني وبينك يعني حاجه اي حد اي حد كان يتمنى وصول منتخب مصر لايطاليا 90 وكانت الناس في منتهى السعاده كويس وصلتوا كاس العالم 90 في ايطاليا على فكره انا كنت موجود معاكم انا والدكتور عبد الاحد جمال الدين انا كنا موجودين معاكم في الاوتيل اكلين شاربين يمين معاكم فتره الاعداد انتوا <applause> قلتوا هنعمل فتره اعداد ليه؟ منتخبنا القومي منتخدم. عشان ما نروحش مجرد ان احنا نمثل تمثيل مشرف وخلاص لا, لا يمكن الكابتن جوهر ساعتها لغى الدوري اتلغى الدوري وعملنا آه. 13 مباراه دوليه هل ده كان احسن للمنتخب يا كابتن 13 مباراه دوليه على مدارس مختلفه بقى م. على مدارس مختلفه اتعملت وبلاننج محطوط ودي يوم كذا ودي يوم كذا ودي يوم كذا الكابتن جوهر رحمه الله عليه كان هل ده ما الشكورة الكره المصريه يا كابتن فتح لما وقف الدوري هو طبعا كان في ناس انتقادات آه. انتقادات للتو... ازاي في الدوري ولكن الهدف نفسه مم. الهدف نفسه ان انت وصلت كاس عالم وعايز تمثل مصر تمثيل مشرف في كاس دلوقتي العالم دلوقتي مش خلاص. مجرد لا لازم تبقى فيه ماتشات ماتشات دوليه وديه مش زي مثلا زئير لما راحت كاس العالم 74 ولما كسبوا بطوله افريقيه الافريقيه هنا وضعنا بال 13 <applause> طيب ما احنا الحمد لله زي ما قلت لك كابتن جوري كان بيفكر تفكير انتوا كجهاز بعد ما وصلتوا كاس عالم انتوا قعدتوا اتكلمتوا مع بعض ازاي؟ لا احنا قعدنا برضو يمكن الكابتن جوري كان بيدينا برضو الحريه على فكره في الحته م. دي وازاي نشتغل الفتره اللي جايه وازاي نشتغل مع المدارس مختلفه وازاي نكلم اللعيبه وازاي نشوف تشكيل منتخب مصر ومعسكراتنا وكل هذه الامور وكانت بتتحط تحط على خريطه مم. وسمير عدلي، سمير عدلي متواجد ربنا يديله الصحة ربنا يديله الصحة كل كبيرة وصغيرة والله كان مصطفى بينفذها بالحرف اه وسمير لو طلبته دلوقتي قلت له احنا مشينا فين سنة كذا يقول لك عنده معلومات غير عادية ما شاء الله ما شاء الله يعني كابتن جوهري حط بلان وانتم مشيتوا على و واحنا بلان مشينا عليه واشتغلنا على الماتشات دي كلها واللعيبة كانت عندها رغبة الماتش <applause> من ضمن الماتشات اللي انتوا لعبتوها قبل كاس العالم، ايه الماتش اللي انت متذكره وقلت احنا هنقدم صوره كويسه في كاس العالم؟ لا بص هي كانت الماتشات كلها، مم. يعني الماتشات كلها كنت بتلعب مع مدارس مختلفه، يعني لعبت مع اسكتلندا، لعبت مع رومانيا، لعبت مع المانيا، كل هذه المدارس لعبت مع كوريا، كل مم. المدارس دي لعبت معاها، يعني كل المدارس دي ولكن المباراه اللي دايما يمكن في تفكيره كنا عاملين معسكر في انجلترا اياميها وكنا لعبنا مع اسكتلندا ماتش اسكتلندا اسكتلندا اه, آه. لا اسماعيل يوسف اسمعيل يوسف جاب جول اه اه كانت فرقه متكامله هل ظلمتوا حد في الاختيار يا كابتن فتحي ولا أخدتوا اخذتوا المعايير ازاي ان انتوا تختاروا بيها العيد. لا كان في معايير يا كابتن مصطفى يمكن احنا في كاس العالم كنا قعدنا انا فاكر كويس قوي في نادي اليوبلس كانت القعده دي كنت الكابتن جوري وانا والكابتن حازم رحمه الله عليه كنا بنختار قوام لمنتخب مصر مم. فكل واحد كان ليه وجهه نظر نعم يعني كل واحد ليه وجهه نظر كل واحد النهارده بيفكر ازاي نشتغل الفتره اللي جايه مين اللعيبه اللي تمثلنا فاه كان في اختلافات ولكن والله العظيم الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه كان بيقتنع عنده قناعه م. لما تقنعه ما كانش بياخد القرار لوحده ابدا اه ابدا لما ان في بعض الناس كانت لك ايه كابتن جوهري ده راجل مش ديكتاتور بياخد لا لا. القرار والبقيه الجهاز ما حدش بيتكلم ابدا معه. ابدا انا مش عايز اذكر اسامي عشان طبعا الناس ما مني ولكن في انا كان لي وجهه نظر مم. ان لعيب ممكن يلعب لي مركزين غير لعيب يلعب لي مركز مم. احترم وجهه نظري واخترنا لعيب في هذا المركز بيلعب مركزين عن لعيب بيلعب في وسط الملعب بس. يعني في بعض الناس قالت ان انتم مثلا بدر رجب اتظلم في عدم الاختيار وناس تانية قالت لك كان لازم ياخد هشام عبد الرسول هشام عبد الرسول كان في حادثه ساعتها كان آه في حادثه كتير آه, اه وبعدين في ناس قالت لك ده خد لعيبه مصابه خد العالم لا بص الكابتن جوري كان ليه بعد نظر يمكن ما كانش برضو اللي حد بيفكر فيها طبعا ولكن طبعا بخبرته بقى احترمته انا جدا م. اما م. اللي يطلع كابتن طاهر ابو زيد كابتن م. اشرف قاسم كابتن علاء ميهوب كابتن إيه وثابت كان اه ولا ده ثابت كان ضمن التشكيل اه ثابت الله يرحمه كان ضمن التشكيل اه طب اقول لك على حاجه والله العظيم يا كابتن مصطفى ثابت البطل رحمه الله عليه مين اللي رشحه لمنتخب مصر فتح مبروك وكان قناعة من الكابتن جوهري والكابتن حازم كرم بوجود ثابت البطل عشان تكرموه بقى بمشواره الطويل ده لا معنا. كان خبرته خبرته وشغله في النادي الاهلي وهو كلام من ده كان بس ما لعبش يا كابتن فتحي معلش معلش بس بس تاخده معاك ستاند باي بقى طبعا لاي ظروف ولكن آه. خبرته آه. وادائه وشخصيته وكله وقلت لهم قلت لهم ان شخصيه الكابتن ثابت شخصيه كويسه حتى لو قعد احتياط حتى لو ما هيقنع اللعيبه هيقنع يبقى مقنع مش هيعمل ايه وباسمه، باسمه انت بتحط سمات للمعسكر وسمات للناس اللي هتختارها برضه مش نعم